السلام عليكم. هذا الفيديو إن شاء الله رح يكون شرح لرابع محاضرة من محاضرات الدكتورة هند لمادة الفسيولوجي. رح نحكي فيه عن الريسبيراتوري سيستم. رح نطلع على الفانكشن تبع الريسبيراتوري سيستم ونقسمه للكوندكتينج والريسبيراتوري زونز، وبعدين رح نشوف بالتفصيل إيش بصير بكل ريسبيراتوري سايكل. فبسم الله الرحمن الرحيم، مبدئيا بدنا نبلش بالتعريف. طب شو هو الريسبيريشن؟ شو هو هذا الريسبيراتوري سيستم؟ شو اللي عم بيعمله بالضبط؟ بقول لك الريسبيريشن is the transport of oxygen from the atmosphere to the cells and CO2 from water from cell and water from cells to atmosphere. إذن أنا اللي بعمله اللي هو أني بنقل الأكسجين من الهواء الطلق لجوا الخلايا عشان تستعمله، والCO2 والمي اللي بتكون طلعت من الخلايا أوديها للأتموسفير. طيب احنا حكينا هذا هي التعريف العام للريسبيريشن، واحنا من الاسم اساسا لما نحكي عن الريسبيراتوري سيستم اذا انا عم بعمل هذا الاستبدال بين الاكسجين والCO2، بس في عندي برضه رح يكون وظائف تانية. خلينا نشوف شو هي بالضبط وظائف الريسبيريشن. اول شغله هاي واضحه واللي كلياتنا بنتذكرها، الثلاثه اللي بعديها ممكن ننساهم. اول وحده ايش بتحكي لك؟ اللي هي انه انا اوصل الاكسجين للانسجه واقيم من عندهم الCO2، تمام؟ خصوصا بما انه الاكسجين هو بنستعمله للاكسديشن اوف فود وكل هاي الاشياء، فاذا كتير ضروري انه الريسبيراتوري سيستم يروح يوصل هذا الاكسجين للانسجه على اساس نضل على قيد الحياه. طب تاني نقطه اللي هي المساعده بالفينس ريتيرن. كيف بالضبط هذا الاشي بصير؟ الفينس ريتيرن هي قديش في عندي دم عم بيرجع للقلب، تمام؟ فلما اجي احكي انه انا لما صار ريسبيريشن زدت الفينس ريتيرن، كيف ايش المبدا بيكون؟ الفكره انه لما يصير في عند الانسبيريشن الحجم تبع القفص الصدري بيكبر، فلما يكبر الحجم البريشر بيقل، وانا دائما السوائل والفلويدز عموما بدها تتحرك من مكان البريشر فيه عالي لمكان البريشر فيه واطي. فاذا صارت منطقه الصدر او اللي هي تشست كافيتي صار البريشر فيها واطي عشان عملنا انسبيريشن، اذا هذا الاشي رح يخلي الدم ايش يوصل للقلب عشان المنطقة اللي فيها القلب صار ضغطها واطي، ودائما السوائل والغازات بدها تروح على المكان اللي ضغطه اوطى، تمام؟ فهذه تاني وظيفة. تالت وظيفة رح تكون regulation of body temperature. كيف؟ بانه لو زادت درجة الحرارة، واحدة من الاشياء اللي الجسم بيعملها على اساس يعدل الموضوع هو انه يكون عم بطلع المي من التوم من الريسبيراتوري سيستم، يعني على اساس يصير في هذا الايفابوريشن اللي بيقلل حراره الجسم. ايفابوريشن اوف ووتر اللي احنا عم نطلعها من الانف والتوم بتكون هذا طريقه من الطرق اللي بيستعملها الجسم عشان يقلل درجه حرارته. رابع شغله هي ريجوليشن اوف ذا بي اتش اوف بلود. كيف؟ بانه انا اغير قديش عم بطلع CO2. هلا كل فكره رح نحكي عنها بالتفصيل هاي بمحاضرة اللي هي الأسيدوسز والألكالوسز، بس مبدئيا أنا بدي أعرف إنه كتير ضروري أحافظ على البي اتش تبع الدم بحدود ثابتة، تمام؟ فالريسبيريشن هو واحدة من الأشياء اللي بيحقق هذا اللي خلينا نقول الثبات، بإنه لو صار عندي زيادة بالبي اتش هذا الإشي أنا معناه إنه الحامضية قلت، ف بصير بحافظ على CO2. لما أحافظ على CO2، CO2 هو إيش رح يعطيني؟ حمض، رح يعطيني أسد. وجود CO2 بزيد الحامضية تبعت الدم وبرجع على وضعه الطبيعي. طب لو قلت pH وصار عندي الدم حامضي، اللي رح نعمله هو أنه نطلع CO2 زيادة. لما نكون طلعنا CO2 زيادة، فبهيك بنكون قللنا الأحماض اللي موجودة بالجسم. طيب نيجي نطلع هلا كيف اني انا ممكن اقسم هذا الريسبيراتوري سيستم على حسب وظيفته. بيقول لك في عندي فيسيولوجيكال اناتومي اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. لما احكي فيسيولوجيكال اناتومي اذا انا عم بمسك الاعضاء وعم بحط لكل واحد منهم اللي هي الوظيفه تبعته، وعم بقسمهم على حسب شو الوظيفه. فالريسبيراتوري سيستم لو بدي اجي اقسمه رح يكون في عندي اول جزئيه هي الاير باسجز واللنجز، المكان اللي بمر منه الهواء الاير باسجز اللي وين انا كيف بده يوصل الاكسجين والهواء كلياته للرئه. بعدين تاني شغله الريسبيراتوري ماسلز. الريسبيراتوري ماسلز هي اللي راح تساعد بانه القفص الصدري يكبر ويخلي الهواء يدخل لجوه. ثالث شغله النيرف سنترز اللي هي انا كيف ممكن اتحكم ب الريسبيريشن، ازيده اقلله كل هاي الاجزاء. طبعا هاي الجزئيه راح نحكي عنها بالتفصيل بالمحاضره الجاي، تمام؟ هلا بدنا نطلع على الاير باسجز.
واللنجز دول أنا كيف ممكن أقسمهم؟ بقولك إنه الـ air passages واللنجز بقسمين لجزئين، في عندي أول جزئية هي الـ conducting zone وتاني جزئية هي الـ respiratory zone. خلينا نبلش بالـ respiratory zone عشان ممكن من اسمها واضح الموضوع. respiratory zone هي المكان اللي بصير فيه respiration، اللي هو زي ما قلنا التبادل تبع الأكسجين والـ CO2، هو المكان اللي رح يكون الدم عم بياخد أكسجين وعم بيطلع الـ CO2 والمية الزايدة، تمام؟ هذا بالنسبة للـ respiratory zone. طب أنا هل ممكن إنه يصير في هذا التبادل من دون ما الهواء يوصل من الجو الخارجي لجوا الرئة؟ أكيد لا. فإذا أنا بحتاج طريق، يعني خلينا هو مجرد conducting، يعني بس إشي يوصل لي الهواء من الاتموسفير ويدخله لهاي الريسبيرتوري زون عشان يصير هذا التبادل اللي احنا بنحتاجه، تمام؟ طب خلينا نطلع بالتفصيل على الكوندكتنج زون. كوندكتنج زون شو هي الاعضاء اللي بتكون لي اياها؟ اول وحده اللي هي النوز الانف، بعدين عندي النيزوفارينكس والتريكيا اللي هي هون رح تكون، بعدين برضو جزء منه اللي هو البرونكاي، تو مين برونكاي، تمام، بودي كل واحد للرئة اليمين والرئة الشمال، وبعدين بتفرعوا أكتر وأكتر بيعطوني برونكيولز، وبالأخير بنوصل لريسبيراتري برونكيولز. طبعا البرونكاي بتعطيني برايمري برونكيول، بعدين سكندري برونكيول، وتيرشري بالأخير بتوصل لريسبيراتري برونكاي برونكيولز سوري. كل هدول اللي عم بيعملوه هم إنه عم بيوصلوا لي الهواء لا المنطقة اللي رح يصير فيها هذا التبادل. بس طبعا الهواء اللي بدهم يوصلوه لازم يكون يعني خلينا نقول وضعه مناسب للدم، وضعه مناسب للجسم. فعشان هيك رح نبلش نطلع على شو هي الفونكشنز للكوندكتينج زون، شو هي الفائدة منه. أول واحدة من اسمه هي air conduction، بكل بساطة إني أوصل الهواء للمنطقة اللي رح يصير فيها التبادل، للمنطقة اللي رح يصير فيها respiration. تاني شغلة اللي هي الفلترة، هل أنا منطقي إنه أنا يكون في بالهواء بكتيريا وجراثيم وكل هذه الأشياء اللي مش لازم تدخل على الرئة، عادي أدخلها بكل بساطة؟ أكيد لا. فإذا أنا لازم أفلتر هذا الهواء. فبحكي لك إنه الكوندكتينج زون فلترز إير من البارتيكلز والبكتيريا اللي هي بتكون أكبر من 6 مايكرون. هدول وين بيعلقوا؟ بيعلقوا بالهيرز اللي موجودة ببداية الأنف. أما البارتيكلز اللي هي أصغر شوي هدول رح يعلقوا بالنيوكس اللي عم بيطلع من الجوبلت سيلز اللي موجودة بالإبيثيليال لايننج. احنا رح نلاقي انه أغلب الريسبيراتري سيستم أو أغلب الكوندكتينج زون هو معمول من سبيشال تايب اوف إبيثيليوم اللي هو هذا الاسم الطويل اللي احنا أخذناه. فهدول إيش احنا حسب ما بنعرف بيكون فيهم جوبلت سيلز. الجوبلت سيلز رح يعطوني الميوكس، والميوكس هو اللي بيمسك السمولر بارتيكلز على اساس ما توصل للريسبيراتوري زون، ويكون الريسبيراتوري زون بس عم بيوصلها هواء مفلتر ونقي. ثالث شغله اير كونديشنينج، الفكره انه انا الجو الخارجي ودرجه حراره الهواء تختلف، ممكن انا اكون الجو كتير حار وهذا الاشي يضر الرئه، ممكن برضو يكون كتير برد ويضر الرئه. فاذا انا بحتاج انه أوصل الهواء لدرجة الحرارة المناسبة لجسمنا. فإذا بحكي لك إنه الميكوزا of the nose, mouth والفارينكس كلياتهم إلهم large surface area ورتش blood supply. هذا الإشي إيش بيساعد؟ بيساعد إنه الحرارة تتعادل مع الدم والهواء، الدم يعادل حرارة الهواء، بإنه لو كانت جدا عالية يوطيها ولو كانت جدا واطية برضو يعليها، تمام؟ فإذا الدم رح يكون لمجرد اللي هو التقاؤه، مش التقاؤه يعني خلينا نقول دايركتلي، بس بيكون بما انه قريب للهواء اللي عم بمر بالكوندكتينج زون، اللي عم بيعمله انه الهواء البارد بيكون عم بيعطيه حراره والهواء الساخن عم بيسحب منه حراره، تمام؟ فعشان هيك بالاخير الهواء اللي رح يوصل للريسبيراتوري زون رح يكون بالدرجه الحراره المناسبه للجسم اللي هي 37 سلسيوس، تمام؟ وبهيك بكون حافظت على كونستانت انترنال بودي تمبرتشر. رابع شغله اللي هي هيوميديفيكيشن، ممكن يكون الهواء اللي حوالينا جدا ايش دراي، جدا جاف، فهذا الاشي برضو يضر بالرئه. عشان هيك الكوندكتينج زون واحدة من الوظائف تبعتها اللي هي humidification، اللي هي انه خلينا نقول ترطب الهواء اللي هو بيدخل. بنعمل saturation with water vapor على اساس انه نسيج الرئة اللي خلينا نقول رقيق اللي هو delicate lung tissue ما تنضر،
تمام. طيب هذا هو عملته بس تلخيص للفرق او شو اللي بتعمل الكوندكتينج زون. اول شغله اللي هي انه الهواء قبل ما يدخل الكوندكتينج زون ممكن يكون فيه بكتيريا، بيكون فيه هارمفول بارتيكلز، لما يطلع لما يوصل للريسبيراتوري زون ايش بيكون؟ بيكون مفلتر من البكتيريا، بيكون مفلتر من البارتيكلز باستعمال ايش؟ زي ما قلنا الهيرز والميوكس. بعدين برضه الهواء اللي بيكون داخل على الكوندكتينج زون حرارته بتكون مختلفه، ممكن يكون كتير حار، ممكن يكون ممكن يكون كتير ساخن او كتير برد. لما يوصل الريسبيراتوري زون رح يكون 37 سلسيس، والهيتينج بصير عشان في عندي ريتش بلاد سبلاي. اخر شغله اللي هي قلنا هيوميديفيكيشن، ممكن يكون جدا جاف الهواء، فاحنا الكوندكتينج زون تعمل هيوميديفيكيشن بتعبيه بووتر فيبر على اساس احمي اللونج تيشوز. هذا بالنسبه لا ايش الوظائف اللي بتعملها الكوندكتينج زون عشان تعدل على الهواء. في عندي وظائف تانية هاي ممكن احنا نساها. اول جزئيه اللي هي البروتكتيف ريفلكس. البروتكتيف ريفلكس اللي هي ان انا احمي الرئه ما يدخل عليها جسم ضار، إشي foreign body، إشي إحنا ما بنعرفه. فالفكرة إنه هي بقول لك protective reflexes for removal of foreign bodies and irritant substances. irritant اللي هي بيكون معناها، وصراحة بعرفش إيش المعنى اللي خلينا نقول العلمي ل irritant، بس إنه بتقدر تخيله كأنه إشي مستفز قاعد عم بيمر بال conducting zone، فأنا بحتاج إني أقيمه. تمام. في عندي طريقتين، اول واحدة اللي هي السنيزنج ريفلكس انه الواحد يعطس، ثاني شغله هي الكف ريفلكس. هذه معلومه بدي اعطيكم اياها هلا، رح ناخذها بعدين بس يعني كمقدمه. السنيزنج ريفلكس هي لو اجى عندي فورن بودي او اشي خلينا نقول ايريتنت سبستنس بالابر ريسبيراتوري تراكت، يعني لفوق عند النوز بالفارنكس او اشي زي هيك، وقتها احنا بنعطس. اما لو كان في عندي هذا الفورن بودي او الايريتنت وصل لللور ريسبيراتوري تراكت، يعني وصل للبرونكيوز او هيك اشي، وقتها احنا بنكون عم نعمل اللي هي الكوفينج، عم نكح. عشان هيك بس هاي معلومه زياده من عندي، الكورونا هي اشي قاعد عم بضر اللور ريسبيراتوري تراكت، يعني عم بضر الجهاز التنفسي من تحت، خلينا نقول من جهه يعني الرئه. فعشان هيك الاعراض تبعته هي الكحه مش العطس. هاي معلومه يعني هيك من عندي. تمام. طيب مش من عندي يعني. المهم طب الوظيفة السادسة لا الكوندكتينج زون هي حاسة الشم. في بالكوندكتينج زون أو بالأخص بالأنف إبيثيليوم مخصص بنسميه أولفاكتوري إبيثيليوم، هذا فيه ريسبترز كيمو ريسبترز بالذات أداة عم تعمل سنسيشن للسميلز اللي بعطينا اللي هو حاسة الشم. سابع شغلة هي الفونيشن اللي هي قدرتنا على انه نطلع اصوات. الفكرة انه باللارينكس في عندي فوكال كوردز، هاي الفوكال كوردز بتتحرك تعمل فايبريشن، لما يصير في فايبريشن يعني سوري هي بتتفايبريتس لما الهواء يمر منها، فهذا الاشي اكيد رح يطلع الصوت اللي هو انا حاليا عم بعمله. تمام. هذول هم الفونكشنز تبعت الكوندكتينج زون. طيب نتطلع هلا على الريسبيراتوري زون. الريسبيراتوري زون هو عباره عن ريسبيراتوري برونكيولز، وكل ريسبيراتوري برونكيول بيكون بيتقسم عندي للالفيولار داكتس. يعني احنا قلنا بالكوندكتينج زون بلشنا من الانف ومشينا بالفارنكس، بعدين التريكيا، برونكس، برونكيولز، ولعبين ما وصلنا للريسبيراتوري برونكيولز. لما اوصل ريسبيراتوري برونكيولز هنا بيكون بلش عندي التبادل تبع الاكسجين والسي او 2، وببلش بمرحله او خلينا نقول بمنطقه الريسبيراتوري زون. كل ريسبيراتوري برونكيول بيتقسم للالفيولر داكتس، هي الريسبيراتوري برونكيول عم بيتقسم للالفيولر داكتس. كل الفيولر داكت بينتهي ب خلينا نقول زي حويصله بسموها thin walled air sacs، ايش اسمها؟ الفيولاي. تمام. هلا مجموعه من الالفيولاي رح تكون موجوده بكومن شامبر، يعني بخلينا نقول منطقه مشتركه اللي هي بسموها الفيولر ساك. تمام. هاي بالنسبه للريسبيراتوري زون، بكون بلشت من الريسبيراتوري برونكيولز، كل ريسبيراتوري برونكيول بيعطيني الفيولر داكت، الفيولر داكت بتنتهي بالفيولاي، الالفيولاي كلياتها بتكون موجوده بمكان مشترك اللي هو الالفيولر ساك. تمام. طيب هذا هيك احنا خلصنا الكوندكتينج زون والريسبيراتوري زون. انا ممكن برضو اقسم هذا الريسبيريشن على ايش المراحل اللي بتصير فيه او شو بالضبط عم بصير. بقول لك الفيسيولوجيكال ديفيجن اوف ريسبيريشن. في عندي بالبدايه اكسترنال ريسبيريشن، هذا هو اللي بصير بالرئه. اللي بحدث بالاكسترنال ريسبيريشن انه الرئه عم بيوصلها هواء وبيطلع منها هواء، فاذا الفنتيليشن اللي هي انه مهويه الرئه، مهوية عم يعني بيدخلها هواء وبيطلع منها هواء constantly، يعني دائما بيدخل وبيطلع.
الهواء، وبالرئة رح يصير في عندي exchange of gases بين مين ومين؟ بين الهواء الموجود بالالفيولاي وبين الدم اللي موجود بال خلينا نقول بالفينز حوالين الالفيولاي. الالفيولاي رح يكون فيه حواليها فينز حاملة دم، والدم اللي جواتها رح يعمل تبادل للغازات بالهواء تبع الالفيولاي والدم. تمام؟ طيب انا هيك الاكسجين والاشياء اللي بدي اياها صارت واصلة للدم، فاذا انا بحتاج اعمل ترانسبورتيشن. فهو هذا اللي بصير، انه الاكسجين والسي او 2 انا بحركهم بالدم، بعدين بكون وصلت للانترنال ريسبيريشن. الانترنال ريسبيريشن هو كمان تبادل بس بصير على مستوى الانسجه. بحكي لك هيو at the level of cells. بالسيلز انا بكون عندي في استعمال للاكسجين، تمام، على اساس اعمل اوكسيديشن ويعني نهضم الاكل اللي وصل الخليه، وبرضه بكون امت CO2. CO2 بيكون طالع من metabolic reactions احنا بنكون عم نطلعه بالinternal respiration. تمام؟ طيب هيك بنكون خلصنا بالجزئية الفيسيولوجيكال ديفيجن. خلينا نشوف الريسبيريتوري سايكل من ايش معموله بالضبط. الريسبيريتوري سايكل عباره عن عاده بتكون ثلاث مراحل: مرحله الانسبيريشن، مرحله الاكسبيريشن، والاكسبيريتوري بوز، شهيق زفير، بعدين خلينا نقول البوز اللي هي بيكون بعد الزفير. تمام؟ هلا بالنسبه للانسبيريشن، الانسبيريشن لو بدي اوصفها رح احكي انها اكتف بروسيس. لما احكي اكتف ايش معناها؟ معناها عم بستعمل اي تي بي، عم بستعمل طاقه. هاي الطاقه كيف بستعملها بالضبط؟ باني اخلي العضلات ينقبضوا. اي عضلات؟ رح نشوف بعد شوي، بس عموما في عندي عضلات بتنقبض وقت الانسبيريشن، انقباضهم بسبب انه حجم الثوراسيك كافيتي يزيد. لما حجم الثوراسيك كافيتي يزيد، مبدا فيزيائي، زيادة الحجم ايش يساوي؟ نقصان البريشر. هلا الرئة صار البريشر فيها واطي، اذا صار البريشر في الرئة واطي، اذا اكيد الهواء رح يروح جوا الرئة. ليه؟ عشان الهواء دايما بيتحرك من ضغط عالي لضغط واطي، وحكينا زيادة حجم الثوراسيك كافيتي قللت البريشر بالرئة. لما قل البريشر بالرئة، الاير رشز into it، والانسبيريشن عادة بيقعد 1.3 seconds. طيب الاكسبيريشن رح يكون العكس بالضبط. مبدئيا هو passive process. passive معناها انه ما بنستعمل احنا energy عشان نعمل expiration، خلص بصير لحاله بكل بساطة. العضلات بيروحوا بيرتاحوا، تمام؟ لما يرتاحوا هاي العضلات بتيجي الثوراسيك كافيتي وبتصغر. لما تصغر الثوراسيك كافيتي فوليوم قلت، اذا بريشر زاد. لما البريشر يزيد هيك صار البريشر بالرئة اكتر من البريشر بالهواء حوالينا، واكيد دائما الهواء بيتحرك من مكان ضغطه عالي لمكان ضغطه واطي، فاذا راح يطلع برا الرئة، وهذه الاكسبيريشن راح تقعد عادة 1.7 seconds. بعدين عندي المرحلة الثالثة اللي قلنا مش دائما تكون موجودة، اللي هي الإكسبيريتوري بوز. هي عبارة عن مرحلة بيكون فيها رست، لا عم نعمل إكسبيريشن ولا عم نعمل إنسبيريشن. متى بتصير؟ بتصير هي اسمها إكسبيريتوري بوز، إذا رح تكون بعد الإكسبيريشن، بعد ما نعمل اللي هو الزفير، وبتقعد تقريبا 0.7 seconds. اوكي، فهي بصير inspiration ل 1.3 seconds، expiration 1.7 seconds، بعدين pause شوي اللي هو بيكون 0.7 seconds. طيب احنا قلنا انها مش دايما بتكون موجودة. متى ببطل عندي الexpiratory pause؟ لما نكون عم نتنفس بسرعة. تمام؟ اذا انا عم بتنفس بسرعة، اذا اكيد ما رح يكون في عندي مسافات بين كل تنفس والتاني. مثال لما وحالة انا بكون بتنفس فيها بسرعة، اللي هي وقت المسكولر اكسرسايز، وهو الواحد عم بتمرن. تمام؟ طيب نطلع على الوقت. احنا حكينا الانسبيريشن بيكون 1.3 seconds، الاكسبيريشن 1.7 seconds، والاكسبيريتوري بوز كانت 0.7 seconds، وهذا بعطيني اياه اللي هي الريسبيريتوري سايكل الوحده تكون 3.7 seconds. من هذا الرقم احنا بنقدر نعرف كم من مره بنتنفس بالدقيقه. فالريسبيريتوري ريت رح نقسمه على الدقيقه، بنقول في عندي 60 ثانيه ونتنفس كل 3.7 seconds، اذا معدل التنفس رح يكون 17 respiratory cycle بالدقيقة الواحدة. تمام؟ طيب
كيف بالضبط بصير الانسبيريشن؟ هاي هي الجزئية الصعبة اللي بدنا نركز عليها، وبدها كتير انكم تتخيلوا، وممكن حتى لو تطبقوا هيك تشوفوا حالكم كيف انتوا عم تتنفسوا يصير الموضوع على اساس انه تثبت معكم. الميكانيكس، بدنا نبلش بالميكانيكس اوف انسبيريشن، شو اللي بالضبط رح يخلي حجم الصدر يكبر ويصير في عندي انه الهواء يدخل لجوا. انسبيريشن زي ما قلنا هو بيكون active process during which بصير في عندي increase باللينث والدايميتر of the thorax. الثوركس اللي هي منطقة الصدر رح تكون طولت وبرضو كبرت من ناحية الدايميتر، صارت أعرض، تمام؟ فجزئية إنها طولت اللي هي increase in length، شو اللي بسببه؟ بحكي لك the increase in length is due to the contraction of the diaphragm. أنا عندي الحجاب الحاجز اللي هو الدايفرام، بيكون إيش معله؟ بحالة الريست بيكون دوم شيب. خلينا نطلع بالتفصيل. The increase in length زي ما قلنا بيكون سببه انقباض الديافرام. الديافرام وهو مرتاح بيكون شكله زي القبة، دوم شيب during rest. بس لما يصير في عندي inspiration رح يوصله عن طريق الفرينك نيرف أمر إنه ينقبض. لما ينقبض رح ينزل لتحت، فإذا contraction of diaphragm بيسبب اللي هو يصير في flattening وبينزل لتحت الديافرام زي ما انتم شايفين هنا، وبهيك احنا بنكون طولنا خلينا نقول منطقة القفص الصدري او اللي هي منطقة القفص الصدري بنسبة معينة على اساس يقدر يدخل الهواء لجوا، تمام؟ فهي leading to increased length of the thorax اللي هو longitudinal diameter. انا اللي عم بعمله نزول الديافرام وبس بسبب انه اطول الثوركس من ناحية طول، يعني بس أخليه نازل أكتر، تمام؟ دايفرام برضو هو رح يكون عبارة عن الإشي اللي بيعطيني 75% من الزيادة اللي بتصير بالشست سايز. حجم الصدر لما يكبر هذا بيكون 75 من المسبب لأنه يكبر هو الدايفرام، انقباض الدايفرام. طيب إيش هو العصب اللي رح يخلي الدايفرام ينقبض؟ رح يكون هو الفرينك نيرفز. الفرينك نيرفز طالعة من الثيرد والفيفث سيرفيكال سيجمنت، عندي اللي هي C3 والC5 بيطلعوا لي الفرينك نيرف. الفرينك نيرف بيروح بيأمر الديافرام انه ينقبض. هذا بالنسبة للإنكريز إن لينكث. خلينا نشوف الإنكريز إن دايميتر. مبدئيا لما أحكي دايميتر في عندي 2 دايميترز، أول واحد ترانسفيرس، تاني واحد أنتيريو بوستيرير دايميتر. أفرجيكم الترانسفيرس. الترانسفيرس هو من هون لهون، لو تطلعوا على الفيديو يعني من هون لهون هذا هو الترانسفيرس اللي هو العرضي الطول العرضي، تمام؟ الأنتيريو بوستيرير دايميتر هو الطول اللي يعني هون من قدام لورا، أوكي؟ الزيادة بهذا الدايميتر اللي هو طول العرضي والطول من قدام لورا بيكون بسببه الكونتراكشن لعضلات جديدة اللي هي external intercostal muscles. لما الاكسترنال intercostal muscles يعمل كونتراكشن رح يزيد الدايميتر الترانسفيرس والانتيريو بوستيرير للشست كافيتي، تمام؟ فهي contraction of the external intercostal muscles بيخلي الريبز ايش؟ يطلعوا لفوق. elevation of ribs ايش معناها؟ اني انا عم بطلعها لفوق. ليه؟ عشان هم بالراحة وهم at rest هذول العضلات بيكون الربز الاضاع ايش مالها inclined downward زي ما انتوا شايفين هون بتكون نازلة لتحت، تمام؟ و forward. انا اللي عم بعمله بالinspiration هو انه عم بطلعها لفوق، تمام؟ هي are elevated، وبهيك بكون زدت الanterior posterior diameter، تمام؟ هذا الدايميتر زي ما انتم شايفين هون كنا هون بعدين كبر، وبعدين برضو الترانسفيرس دايميتر رح تلاحظوا انه برضو عم بيكبر عندي من ناحية الطول العرضي، اوكي؟ فزي ما قلنا الريبز are elevated وبصير عندي الترانسفيرس والانتيريو بوستيرير دايميترز. طب هاي الاكسترنال انتركوستال ماسلز شو هي الاعصاب اللي طيب تأمرها بالانقباض؟ بقول لك الاكسترنال انتركوستال ماسلز ار سبلايد باي انتيرير هورن سيلز اوف اول ثوراسيك سيجمنتس. انا بالثوراسيك سيجمنتس اللي عندي اياها من T1 لT12 كلياتها بيكون طالع عندي يعني نحن بنحكي عن سباينال كورد. بالسباينال كورد في عندي منطقه بنسميها الانتيرير هورن سيلز، هدول بيطلعوا اوامر لعضلات الاكسترنال انتركوستال ماسلز على اساس انهم ينقبضوا، تمام؟ طيب هيك احنا اخذنا الميكانكس تبعت الانسبيريشن. الاكسبيريشن طيب شو كيف بصير؟
حكينا الإكسبيريشن هو عبارة عن إشي بصير passively. إذا بما إنه passive يعني إحنا ما بنستعمل إنرجي، فيش أي عضلة بتنقبض عشان يصير في عندي إكسبيريشن. فهيو it occurs بس بكل بساطة إنه الديافرام والإكسترنال إنتركوستال مسلز يعملوا ريلاكسيشنز، تمام؟ لا سوري ريلاكسيشن. فلما الديافرام والإكسترنال إنتركوستال مسلز يسترخوا رح الدايمنشنز تبعت الشست تصغر. لما الدايمنشنز صغرت إذا الحجم قل، نقصان الحجم يساوي زيادة بالبريشر، زيادة بالبريشر صار أعلى من البريشر برا، تمام؟ صار intrapulmonary pressure اللي هو الضغط جوا الرئة صار أعلى من ضغط الهواء الخارجي، فإذا أكيد الهواء رح يطلع برا عشان دايما الهواء بتحرك من مكان ضغط عالي لمكان ضغط واطي، تمام؟ فهذا الإشي زي ما قلنا بسبب الاير pumping out. طيب هذا بالنسبة للإنسبيريشن والإكسبيريشن الطبيعية اللي من دون أي effort. في عندي ممكن أعمل forced inspiration، أنا أقصد إنه والله بدي أزيد هذا الإنسبيريشن، ما بكفيني خلينا نقول زيادة بالحجم اللي بيعملها الديافرام والإكسترنال إنتركوستال، أنا بدي أعمل زيادة أكبر. كيف هذا الإشي بصير؟ بإنه عضلات تانية تلعب دور. رح نلاقي إنه بالفورس إنسبيريشن اللي هو إنه إحنا عم نطلع هوا كتير، عم نتنفس هوا كتير زي مرحلة التثاوب مثلا، مش مرحلة يعني زي بحالة التثاوب، اللي بصير إنه في عندي عضلات موجودة بالمنطقة الصدرية برضو تنقبض وبتساعد بالموضوع، تمام؟ دول العضلات بنسميهم accessory muscles of respiration، تمام؟ منهم الستيرنوكلايدوماستويد اللي هي موجودة هون، تمام؟ ومعها برضو السكاليني muscles زيكم زي ما انتم شايفين الستيرنوكلايدوماستويد والسكالينيز بيكونوا عم بيسحبوا، لما ينقبضوا بيكونوا عم بيسحبوا القفص الصدري لفوق. بعدين عندي برضو السيريتس انتيرير موجودة هون مبينة شوي بالصورة، بتكون برضو عم تسحب القفص الصدري لفوق. وغير هيك البكتراليس ماينر والبكتراليس ميجر التنتين بيلعبوا دور بانه يكبروا حجم القفص الصدري. اخر شغلة اللي هي لاتسمس دورساي تكون برضو بتلعب دور بانه تكبر الثوراسيك كافيتي، تمام؟ كل هاي الاشياء لما تنقبض بيصير في عندي زيادة اكبر من الزيادة الطبيعية بالانسبيريشن، وبهيك بنكون عملنا forced inspiration، تمام؟ هي زي ما حكينا بحالة إنه إحنا عم نتثاوب مثلاً، أوكي؟ هذا بالنسبة للforced inspiration. خلينا نتطلع على الforced expiration اللي هي إن أنا عم بطلع هواء زيادة، بخلي القفص الصدري يصغر أكتر وأكتر، بدي أخليه يصغر لدرجة إني أنا أطلع أكتر كمية من الهواء اللي بقدر أطلعها، تمام؟ هلا بما إن أنا عم بغصب الرئة أو المنطقة اللي هو القفص الصدري يصغر أكتر من وضعه الطبيعي، فإذا الforced expiration أكيد رح تكون active process. إيش معنى active؟ معناها إنه عم نستعمل energy، في عضلات قاعدة عم بصير فيها contraction. شو هم هاي العضلات؟ أول واحدة هي الabdominal muscles، تمام؟ هدول تبعون جماعة six pack. بعدين عندي برضو internal intercostal muscles، internal intercostal muscles هون موجودين. شوف الabdominal muscles شو اللي رح يعملوا. abdominal muscles رح ينقبضوا، ومبين عنا هون بالصورة لما ينقبضوا اللي بيكونوا عم بيعملوه انه عم بيدفشوا الديافرام لفوق. بما انهم عم بيدفشوا الديافرام لفوق، اذا احنا اللي عم بصير هو انه حجم الثوراسيك كافيتي عم بيقل، تمام؟ هذا اللي بتعمله الابدومينال ماسلز. بعدين الانترنال انتركوستال ماسلز موجودة بين الاضلاع، واللي بتعمله هي انه تنزل الاضلاع لتحت. لما عم بنزلها لتحت اذا انا عم بقلل الدياميتر الترانسفيرس والانتيريو بوستيريور، عم بدخله لجوا القفص الصدري، تمام؟ طب هذا الحكي متى بصير؟ بصير بحالات الستريننج. انا اي مره بكون واحد شادد على حاله، فمتى بيكون واحد شادد على حاله؟ دكتوره ما اعطتنا مثالين اللي هم الديفيكيشن والليبر اللي هو التغوط والولاده، والتنين ما قدرتش اجيب لكم صوره لهم يعني، فتذكرت دراغون بول صراحه. يعني هدول اكتر مثال خطر لي اللي هي الستريننج، عشان هذا حرفيا أكتر مثال لحدا، حتى لو تجربوا تعملوا اللي عم بيعملوا بتحسوا إنه حرفياً عضلات بطنكم قاعدين عم بينشدوا وعم بيطلع هوا كتير من عندكم، إذن عم تعملوا forced expiration، تمام؟ فبرضو forced expiration بصير وقت ما إحنا نضحك، فعشان هيك إذا بتلاحظوا الواحد لما يضحك كتير ممكن عضلات بطنه توجع، بقولك إنه صار بطني يوجعني ليه؟ عشان الabdominal muscles عم تعمل contraction، بتعمل forced expiration اللي هو الضحك، وبالأخير بتوجع من كتر الكونتراكشن، تمام؟
وأتوقع هيك بنكون خلصنا المحاضرة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والحمد لله يعني أني ما طولت فيها كتير. أنا عملت كويز لهاي المحاضرة، بس عملته بالإضافة ل يعني مع المحاضرة الجاي، تمام؟ فإنه بعد ما تحضر هذا الفيديو روح على الفيديو المحاضرة الثانية وعملوا الكويز اللي عملته على أساس تختبروا حالكم بها المحاضرة. طبعاً الكويزات اللي بكون عميسة بتكون مجرد يعني خلينا نقول مراجعة للمعلومات اللي إحنا أخذناها، على أساس يعني بيكون which of the following is not true، أساس تقرأوا كل الأشياء الصح وتتذكروا المعلومات الصح وتثبت عندكم. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا، ويعطيكم ألف عافية.